طلاب الخير جميعاً. أنا بصراحة أول ما دخلت القاعة خفت. ليش؟ لأنه يوم شفت الستيج اللي هنا قلت لو تكلمت وراء الستيج ما حد راح يشوفني من الموجودين. فلذلك حمدت الله أنهم حطوا لي كمان رفعوا لي هذه شوي على أساس أقل شيء الواحد يشوفني يعني من قدام. إحنا القصار نعاني من المشكلة هذه دائماً على الفكرة. ما أدري إيش في اختراع من اللي كان المخترع الأول عندنا، سووا لنا اختراع حل لهذه المشكلة. طيب ما بيتفلسف عليكم واجد في بس أبي أذكر لكم قصة بسيطة. أنا مثل كل واحد منكم، مين اللي منكم كلكم مولودين ومتربين في تبوك من زمان؟ يعني من الولادة ومن التربية، الأغلب الموجودين، ممتاز. أنا ولدت في هذا المكان اللي أحبه وأحب كل الناس اللي فيه حقيقة، وأعتبر يعني أنا سكنت في مناطق كثيرة، ولكني أعتقد أنه هذا المكان فيه ميزة خصوصية وهو الناس تحب بعض، الناس بسيطة، الناس لطيفة، ولذلك هو مريح جدا اجتماعيا. أتذكر ذكريات حلوة في المكان هذا. طبعا نشأت في أو ولدت وتربيت في حي الشيخ كريم. من هنا من حي الشيخ كريم؟ هوه هيا الحارتنا وين؟ طيب زين. وكنت أبيع بعد ما كبرت شوي، زين، كنت أبيع أشياء على دوار المنتزه اللي الآن طوروا سموه دوار القلم، كنا زمان نسميه دوار إيش؟ بلاش ما تعرفون، تاريخ قديم. وكنت طبعا ما أبيع الممنوعات هناك، زين؟ لا كنت أبيع الصواريخ هناك، هذا المقصود. لا تفهموني صح، لا تفهموني صح رجاءً، لا مو الطراطيع هذه، لمن صرت كول صرت تقولين الطراطيع. طيب كل اللي أتذكره المرحلة الابتدائية أستاذ سامح الله يسامحه لما قال لي ولك إبراهيم والله لو أضربك كف لتطير مع الشباك. طبعاً أنتوا لو شفتوه فعلاً يعني كان بالشكل هذا يعني. بعد كذا في المرحلة اللي بعدها طلعت المتوسط، درست في المغيرة بن شعبة. حد يعرف أحد درس في المغيرة بن شعبة؟ ممتاز. وبعدين درست في ثانوية الملك فهد، وبعدين طردوني فرحت. طبعاً كنت طالب مرة شاطر، فبعدين طردوني ورحت لثانوية تبوك، تمشكلت مع المدير فطردني. بعد كذا دخلت الجامعة وعندي الطموح ومدريش وكذا. ترى ممكن الدكاترة يعني إذا الكلام يعني مو مرة حلو ممكن يتركونه، يعني ما عندنا مشكلة. بعدين تخرجت من الجامعة بمعدل ما بقول لكم عليه، زين، لكن معدل تعبان. طبعا أول ما دخلت الجامعة، جامعة الملك سعود، دخلت كلية الطب، ما أني شايف ما شاء الله الكوتس الموجودة هنا كلها كثيرة، وجلست فيها سنة وشعرت أنه هذا مو المكان الصحيح اللي أنا فيه. كل الناس تجري تركض، تشوفون طلاب كلية الطب كلهم لابسين الكوتس هذه وكذا يركضون، أنا ما كنت من النوعية هذه. فانتقلت إلى كلية العلوم، وفحطت في كلية العلوم 7 سنوات، زين، وكنا نسميها عندنا مقبرة الجامعة. ليش؟ لأنه كنا كلنا نمشي بالبطيء، زين، وتمر من عند القاعات ما حد فيه، تطلع برا في الجلسات الخارجية تلاقينا كلنا جالسين، زين، كانت محاضراتنا برا والدكاترة جالسين لوحدهم. ثم تخرجت من الجامعة، اللي تخرج من كلية العلوم وين يروح يشتغل؟ معلم. هذه دائرة الارتياح اللي كل الناس تعرفها، إنه والله يصير معلم. صرت معلم واشتغلت 10 شهور. بعد ما اشتغلت 10 شهور اكتشفت إنه هذا المكان الخطأ، وإنه كل الفترة الماضية كانت بالنسبة لي فترة خطأ. أنا لو أحمل أي أحد مسؤولية الخطأ اللي أنا ارتكبته في الجامعة، الدكاترة والجامعة والمجتمع والمدرسة والبطولة الفاضية، ما أحمل أي أحد هذه المسؤولية، كانت هذه مسؤوليتي أنا الكاملة اللي اتخذت فيها قرار. ثم بعد ذلك فصلنا عن هذا اليوم، بعد سنة كاملة من التعليم قررت قرار استراتيجي في حياتي أني أخرج من دائرة الارتياح اللي كنت فيها، وقدمت استقالتي من الوظيفة. وطبعا هذا كان أكبر قرار مجنون بالنسبة لكثير من الناس. اليوم أنا من يوم ما قدمت استقالتي إلى اليوم هذه تقريبا 10 سنوات. بعد 10 سنوات النتيجة كانت أنه دخلي تضاعف 10 مرات، أسست 3 شركات وما زلت أملك في شركتين منها، وشركة بعتها وأملك مصنع. عندي مقرات في السعودية والأردن وبيروت، اللي بدوا بيروت الله يحييه، زين، انبسطتوا على بيروت، حبيتوا بيروت، الله يصلحكم إن شاء الله، واضح مستقبل مشرق.
فبعد 10 سنوات حصل هذا الشيء، عملت مستشار مع 3 وزراء في السعودية كمستشار شخصي مباشر مع 3 وزراء في السعودية، منهم وزير التعليم. وحالياً أعمل مع برنامج التحول الاقتصادي مع سمو الأمير محمد بن سلمان على برنامج التحول الوطني. تعلمت في نفس المدارس، ما سافرت برا، ما ابتعثت، ما سافرت أمريكا وصرت لا زين، ولا كندا ولا بريطانيا ولا الكلام هذا كله. لكن هو قرار رئيسي كان، وهو أن أخرج من دائرة الارتياح. المجتمع غالبا يقول لك أنت والله لازم تتخرج تصير مثلا من العلوم، لازم تصير إيش؟ معلم. فأنت تدخل في دائرة الارتياح هذه وتبدأ تقنع نفسك أنك أنت ممتاز في هذه الدائرة، وتبدأ حياتك كلها تتكرس تجاه هذه الدائرة، ما تقدر تطلع منها. يجب أن تملك الشجاعة لتخرج وتبحث عن كيانك الحقيقي. خلال 10 سنوات هذه إلى اليوم ما زلت أعمل 14 ساعة في اليوم، وأسافر تقريباً في السنة ما لا يقل تقريباً عن 5 شهور في السنة أنا مسافر حول العالم. زين، أشتغل، مرايح أتفسح، مرايح أزور الأماكن على أساس أصور سناب، زين، وأتمشى فيه. فلذلك يا إخوة، التغيير الحقيقي في حياتك يبدأ عندما تتخذ قرارات جذرية. زين، بأذكر يعني فقط قصة واحدة أخيرة أختم فيها نموذج. أنا عندي 3 قصص لكن الوقت ضيق، أنا كثير واجد كثير كلام، لكن الإخوان قالوا لي 10 دقائق ربع ساعة، قلت الممدوح ممدوح ما ينفع ربع ساعة، أنا كلامي واجد، قال لي إلا ربع ساعة غصب عن خشمك، فاضطريت إني أكملها ربع ساعة، والحين واقف على أساس يقول لي بقي دقيقتين. عموما، فالشاهد بعطيكم قصة واحدة. بعد ما استقلت من التعليم ذهبت اشتغلت في شركة بعدها اشتغلت فيها مجانا لأنه ما عندي أي خبرة سابقة، 3 شهور ثبتوني، بعدين أخذت راتب معقول أقل من الراتب اللي كنت أخذه في التعليم، لكني كنت مصر خلاص محدد لنفسي رؤية ومنطلق في هذه الرؤية. وتطورت وكنت أشتغل على نفسي بشكل جيد، كنت أشتغل في الصباح أخذ دورات في المساء، طورت نفسي في اللغة الإنجليزية، بدأت أشتغل على نفسي. أنا ما أشوف. بعد ما بدأت أشتغل على نفسي طول الفترة هذه وصلت إلى عام 2007، اكتشفت برضو اكتشاف جديد، لأن دخلت في منطقة راحة معينة، وهي أني أنا موظف في شركة راتبي كويس وأقول لهم والله راتبي كذا ومحترمة وكل شيء. وصلت لمنطقة ما أستطيع أني أكمل، والله مدير ووقع وبصم وتعال الساعة 7 الصبح، لا يا حبيبي، أنا أحب أقوم الصباح أروح أشرب كافي وأطلع المملكة ولا الفيصلية ولا شيء من هالكلام أساس أشرب كافي بس، زين، وأرتاح الصباح، وبعد كذا أروح أداوم وأشتغل 14 ساعة بس من الساعة 10، ولا ودي واحد يتبع وراي في العمل. فقررت أنه يجب أن أخرج من دائرة الارتياح وأنتقل إلى مغامرة جديدة. زين، ففي هذه اللحظة كان القرار صعب، وطيب من يمولني ومن وين لي فلوس والأشياء هذه كلها. فاللي حصل اتخذت قرار في تلك اللحظة أن أخرج، جمعت كل الفلوس اللي عندي وتسلفت عليها شوي ورحت على بريطانيا، درست لي يمكن 4-5 شهور لغة إنجليزية، وبعد كذا كنت أبغى أقرر داخل 4-5 شهور هذه ما هي خطوتي القادمة. فقررت الدخول في مشروع، أسست شركة اسمها شركة وافي العالمية، جوجلت شركة وافي العالمية، تعتبر اليوم أكبر شركة موجودة في السعودية متخصصة في تطوير المؤسسات المانحة للعوائل الثرية في السعودية، عمرها 8 سنوات. كانت قرار لحظة أنني أغير دائرة الارتياح التي أعمل فيها. سعيد جدا بلقائكم، بس هي رسالة واحدة بقولها، أنه كل واحد منا قادر على التغيير مثل ما قال مهندس ممدوح، هو بقرار، وليس بأنه والله أكون متخرج من كذا ولا أني أكون طالع من كذا ولا لازم أكون العائلة الفلانية. شكرا لكم جميعا.